موضوع تاني. فاكرين حضراتكم كان في أزمة كده في أول السنة للاعبة اسمها مريم مصطفى، لاعبة كرة الطائرة السابقة بالنادي الأهلي والحالية بنادي الزمالك. هذه اللاعبة اتهمت مسؤولي النادي الأهلي بالتزوير في تجديد تعاقدها مع النادي الأهلي. طبعا ده كانت عشان تروح تلعب في نادي الزمالك، عشان المقابل المادي كان أعلى من اللي اتفقت عليه مع مسؤولي نادي الأهلي، وأعلى بكتير يعني. مش دي الأزمة، ولكن مؤخرا الحمد لله طلع تقرير الطب الشرعي اللي أثبت صحة توقيع هذه اللاعبة على عقود تجديد النادي الأهلي. هي كانت ماضية على عقود، خدته وراحت بالمحكمة وقالت إن العقود دي مزورة، أنا ما مضيتش على هذه العقود. امبارح أو أول امبارح طلع حكم المحكمة في الدرجة الأولى، لسه في درجة تانية وتالتة، لسه يعني في، أعتقد أنا مش راجل قانون قوي وبفهم في هذا القانون، ولكن أعتقد إن لسه في استئناف ثم نقد، يعني لسه في حاجة أو اتنين كمان هيبان فيهم، أو درجة أو اتنين كمان إن شاء الله، إن شاء الله يتم توثيق هذا العقد. المحكمة الحقيقة في أولى درجاتها رفضت مزاعم وادعاءات اللاعبة ضد النادي الأهلي واتهمها بتزوير توقيعها. هذا السيناريو اللي أنا قلت لحضراتكم ساعتها إن هو سيناريو وهمي الحقيقة وغير منضبط. سيناريو كان وهمي وغير منضبط، مجرد إن أنا جالي فلوس زيادة من نادي آخر، حقك طبعا وحق كل حد، ولكن لماذا هذه الاتهامات؟ حتى ساعتها اتكلمنا بهذا المنطق. بالمناسبة هذه اللاعبة لاعبة في فريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك، أصبحت مطالبة بسداد، أو لسه أعتقد بعد الحكم الثاني أو الدرجة الثانية أو الثالثة هتبقى مطالبة بسداد قيمة الشرط الجزائي إذا ظل الحكم بهذا الشكل، اللي هو بالغ 3 مليون جنيه على ما أتذكر. عموما أنا ما يهمنيش إيه الأمر في الموضوع ده، ولكن اللي يهمني إن أنت لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي تكلم كويس. حتى لو عايز تمشي من النادي الأهلي بالمناسبة تفضل، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، اللي عايز يمشي من النادي الأهلي، هذه اللاعبة ووالدتها كذبوا كتير، كلموا كلام غير حقيقي كتير، حتى عليا أنا شخصيا وعلى أسماء أخرى وعلى كابتن أسامة حسني وعلى كابتن خطيب وعلى مجلس الإدارة. ما عنديش مشكلة إن أنتوا تمشوا، ما حدش عنده مشكلة إن أي حد يمشي من النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي بيفضل زي ما هو في القمة. زي ما حضراتكم سمعتوا كده كلمة الدكتور مجدي القاضي، قال إيه؟ قال أن النادي الأهلي هو رقم واحد، فرقم واحد دايما بيجي مع رقم واحد. أسماء كتيرة قوي بقى عدت على النادي الأهلي، أسماء عدت وأصبحت في القمة، وأسماء عدت وراء وذهبت إلى أماكن أخرى غير القمة. فمش هتفرق معانا، اللي عايز يمشي يمشي واللي عايز، ولكن لما تيجي تمشي امشي واتكلم. بصوا حمدي فتحي، حمدي فتحي مشي بالمناسبة من النادي الأهلي، أيمن أشرف مشي من النادي الأهلي وما كانش بيلعب آخر سنة بعد ما كان كابتن منتخب مصر وكذا وكذا. هل سمعتوا أيمن أشرف قال كلمة كده ولا كده على النادي الأهلي؟ علي لطفي مؤخرا تمت إعارته لنادي زد، شادي حسين تمت إعارته لنادي زد. شوفوا الكلام اللي كتبه شادي، الكلام اللي كتبه علي، ايه هو ده اللي انا بتكلم فيه. اللعيبه دي هتفضل في قلوب كل جماهير النادي الاهلي. هم مشيوا عشان هو علي لطفي النادي الاهلي مش عايزه، عايزه كل حاجه، ولكن علي مشي عشان ما بيلعبش، ده السبب الاول. والسبب الثاني ان هو هياخد فلوس كويسه. الناس كلها في ظهره بالمناسبه، وكلنا هنقف معاه، وكلنا هنسال عليه، وكلنا هنفضل واقفين معاه، مش علي لطفي لوحده، ولكن قيمه كبيره زي ايمن اشرف كلنا هنفضل معاه وهنفضل واقفين معاه وهنتكلم عنه، وهنفضل كل مره نقول ايمن اشرف حتى لو دخل فينا جون. حتى لو دخل فينا جون ايمن اشرف راح البنك الاهلي، ولكن ايمن اشرف بقيمته وباحترامه وبادبه وباخلاقه كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. كلام على علي لطفي. شادي حسين قال لك انا مشيت بقلبي ولكن عقلي موجود مع النادي الاهلي. ايمن اشرف قال هذه الكلمات ايضا، علي لطفي قال هذه الكلمات ايضا.
كل الناس اللي بتمشي من النادي الاهلي بتمشي باحترام، بتظل دائما في قلوب كل الاهلاويه، لانه كل واحد عنده ظروفه وكل واحد ادرى بظروفه. عايز تمشي اتفضل، ما عنديش مشكله. النادي الاهلي لا يقف امام احد، اقسم بالله انا على علم ببعض الامور الخاصه بهذه ببعض اللاعبين، اقسم بالله النادي الاهلي لا يقف امام مستقبل حد. طالما انت شايف ان مستقبلك بره النادي الاهلي امشي وباحترام هايل، ولكن يظل النادي الاهلي هو رقم واحد، ويظل النادي الاهلي هو كبير القوم، وهو اللي هيفضل ياخد البطولات. انا وجهه نظري اللي مشي من النادي الاهلي زي يعني خلينا نتكلم، لانه لسه ده حكم محكمه وانا الحقيقه، ولكن انا هنا بتكلم عن حكم المحكمه اللي خلص او اللي هو طلع من يومين. اللي بيغلط يجب ان يعتذر، وجهه نظري، وبعد كده نترك الامر للجمهور، هل يقبل الجمهور الاعتذار ولا لا. انا عمري ما بشمت في حد، انا شخصيا كمان عمري ما بشمت في حد، عمري ما بتكلم على حد وحش، عمري ما بقول على حد حاجه، لانه دي اخلاق النادي الاهلي وتقاليد النادي الاهلي دايما اللي احنا بنتكلم فيها. والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، اللي عايز يمشي من النادي الاهلي يتفضل، ولكن باحترام وبأدب. انا بس برضو حبيت اضع حضراتكم في هذا الامر.